الضياع فقدان للعقل، عدم السيطرة على النفس، فقر الدم، الصرع وغيرها من الأشياء هي ما تسببه المخدرات لمتعاطيها. وبما أننا في العراق وبحسب إحصائية الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات، فإن عدد المدمنين المسجلين هم أكثر من 16,000، بينهم أكثر من 1,000 طفل أعمارهم بين 10 و14 بمحافظة بغداد لوحدها. لذا قامت كلية المصطفى الجامعة قسم القانون وبالتعاون مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ورشة عمل مشتركة من أجل توعية المجتمع من أضرار المخدرات ومخاطرها. طبعا احنا بالبداية نتوجه بالشكر إلى القائمين على إدارة كلية المصطفى الجامعة على تهيئة هذه الفرصة لنا لإقامة هذه الندوة للتعريف عن مخاطر تعاطي المخدرات وتنبيه الشباب اللي هم قاعدة المجتمع حول هذه الظاهرة وضرورة التعاون مع السلطات الأمنية للكشف عن المتعاطين والتجار لينالوا جزائهم العادل. احنا طبعا المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، مديرية عامة تخصصية مكافحة جرائم المخدرات والقبض على مرتكبيها، وطبعا هاي المديرية مو بس تلقي القبض على المجرمين وإنما موجود لها معهد تدريب المخدرات ومعهد متخصص في التوعية عن مخاطر المخدرات والتدريب المتخصص عن كافة أنواع المخدرات. طبعا هاي المديرية لها خط ساخن اللي هو 178 انه تقدر تتصل به وتقدم المعلومه لكل محافظات العراق، يعني مو بس بغداد. هذا الخط يعمل على مدار 24 ساعه، عليه ضباط اكفاء يقعدون بهذا المكان البلاغ عن اي حاله مشتبه بها. وطبعا احنا نشكر جامعه المصطفى عن اتاحت لنا هذه الفرصه لتوعيه الشباب عن مخاطر هذه الافه الخطر. الورشة التي استمرت لأربعة أيام شددت على أن تلعب الأسرة الدور الأهم في الحفاظ على أبنائها من السلوك المنحرف ومن تعاطي المخدرات، فعليها تقع المسؤولية بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والقوانين الصارمة التي من شأنها أن توعي الشباب وتضع حدا للتصرفات الخاطئة وتضع برامجا غير مباشرة للحد من هذه الظاهرة. بما أنه اليوم احنا طلاب قسم القانون في كلية المصطفى الجامعة، لنا الكثير من الأفكار للشعب حول التثقيف القانوني لأجل الحماية للصالح العام والحفاظ عن الشباب. بما أنه اليوم احنا طلاب قسم القانون، نبدأ أنه نثقف عن الجانب القانوني وأي شيء يكون هو مخالف للاتجاه القانوني من المفترض أنه تكون إنه يد مشاركة بالسلطة، وايضا تكون ان وقفات ايجابيه متعاونه مع القوات الامنيه في حال وجود انه كائن او اي شخص يكون هو يتعاطى بالمخدرات او الاشياء التي لم تكن هي في صالح العام. طلاب قانون كليه المصطفى لازم نوعي عن جريمه المخدرات انه كجريمه يحاسب عليها القانون، واحنا دورنا كطلاب محامين لازم نثقف الوعي الاجتماعي عندنا المجتمع ونحذر الشباب من استخدام المخدرات. انتشار ظاهره المخدرات في العراق لم تاتي من فراغ، وانما هناك جمله من العوامل ساهمت في انتشار هذه الظاهره السيئه. لذلك على الجهات الرسميه وغير الرسميه أن تأخذ دورها الحقيقي في مواجهة ظاهرة المخدرات، لأنها تصنف من أخطر الأمراض التي تعصف بالمجتمعات.